السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. يعني أنا بسمعكم الأول صوت العصافير، بصوا صوت ورا بعض ورا بعض، صوصوة برغم إن الأكل قدامهم. فهوريكم السبب إيه دلوقتي، لأن هما عايزين ياكلوا حاجة تاني طبعا غير البركة والفلارس اللي قدامهم. تخيلوا بقى إن هما عايزين ياكلوا إيه، حاجة عودتهم عليها اللي هو الرز الأبيض. يعني بصوا حضراتكم هوريكم حاجة بس كده في الطاجن. بالنسبة للرز الأبيض كنت حاطه قدامهم امبارح، الطاجن أهو خلصان خالص. بصوا حضراتكم ده بالنسبة للرز، وأدي دلوقتي حاطط لهم رز أهو، وهنشوف حضراتكم ما بياكلوه. بصوا حضراتكم، اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا شايفين النتاية قامت من على البيض في العيش، خرجت عشان خاطر تاكل اللي الرز بالرغم من البركه، ما هو فلارس قدامهم اهو. بص حضراتكم اهو الطاجن ده، ماشي. الاستك بقى اللي انا حاطه بالعرض دوت، الاستك ده انا حاطه امبارح بالليل، جات لي فكره كده، كان جو هوا بالليل برد بالليل، فبعمل ايه، بروح حاطط الكرتونه هنا كده، احط كرتونه هنا واقفل عليها بالايه، بالاستك. طبعا الرز الابيض يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني في الاول كنت باجي احط لهم الرز ما كانوش بييجوا جنبه، بصوا دلوقتي بيحبوا الرز جدا جدا. شايفين حضراتكم يمكن الوجبه دلوقتي المفضله ليهم احسن من البركه والفرارس نفسه، سايبين اهو البركه والفرارس اهو وبياكلوا الرز. شايفين حضراتكم اهو، نشوف برضه نفس الكلام فوق هنا، نشوف كده الطاجن عامل ايه معاهم، خرس ولا ايه، ولا ده طاجن بركه ومفرس، ما اعرفش. في مره حاطط امبارح ايه، لا حاطط رز برضه امبارح بالليل. بص حضراتكم، بصوا شايفين الطاجن فاضي خالص، اللهم صل على النبي. شايفين حاطط لهم دلوقتي اهو الرز برضه. طبعا دول بقى بيخافوا ياكلوا قدامي عشان لسه دول يعني لسه يعتبر زغاليل كده، انما اللي متعودين عليا الاهالي عادي بالنسبه لهم، يعني ما بيخافوش مني ولا حاجه، عادي خالص. انما اول ما بقرب على طول للزغاليل دول بيخافوا على طول، وبصوا يبداوا ياكلوا ان شاء الله. شايفين حضراتكم اهو برضو الرز، بصوا شايفين معودهم من صغرهم الحمد لله على اكل الرز. فانت على حسب ما تعود عصافيرك، عودتهم على الاكل المستنبت وعلى الاكل المنقوع والاكل يعني المستوي اللي انت بتسوي لهم كده الرز وكده، او ياكلوه عادي خالص. ما عودتهمش ولا هياكلوا اي حاجه من دي خالص، ويقعدوا ما ياكلوش اللي هو بركم وفرارس. وطبعا عارفين ان هو يعني بركم وفرارس بس يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني هو اكل ليهم طبعا. اي نعم في فايده وكل حاجه، بس مش فوائده زي لما بتقعد تنوع في الايه، في الاكل. كل ما بتنوع بيبقى افضل طبعا واحسن. وادي هنا اهو الاهالي هما بياكلوا، شايفين حضراتكم. وهنا برضو حاطط لهم، بصوا حتة اوري حضراتكم حاجة برضو، حتة جبنة، حتة فينو، بس هما كانوا يعني متبرزين عليها بقى نرميها ونحط ايه، نحط لهم واحدة غيرها نحط الفينو الناشف. يلا يلا بقى خش على البيت بقى يلا. بص اللهم صل على النبي، بص البيت كلهم بقهم كله يعني ملحوسين نفسهم رز اهو، شايفين. بصوا حضراتكم، طيب بنعمل الرز ده ازاي؟ قلتها قبل كده في كذا فيديو، ان احنا عادي بنغلي الميه وبعدين تسقط فيها الرز، حط فيها شويه رز على قد العصافير اللي عندك لغايه ما الرز يتشرب الميه، لغايه ما الرز يشرب الميه خالص ويستوي. ولا بتحط زيوت ولا اي حاجه خالص، ولا ملح ولا حاجه، رز صافي خالص ما فيهوش اي لا املاح ولا لا ملح ولا زيت ولا كلام من ده خالص، وتسيبه قدامه. عايز بقى انا كمان اجرب بقى ان انا احط على الرز ده كركم، وان انا اخلط الرز دوت ممكن مثلا ببيضايه مسلوقه، ده كله ان شاء الله. طبعا كل ما تجرب كل ما يبقى احسن وافضل، بدل ما يبقى رز بس كده ممكن برضه كده احط عليه بيض، واحط عليه مثلا
شعرة يعني حاجة بسيطة أوي من الكركم، بيبقى فايدة ليهم وأحسن يعني. تمام، أهو العصافير فوق أهي بدأت إن هما إيه، بص بقهم كله رز إزاي، شايفين حضراتكم؟ بسم الله ما شاء الله. هما بقى يمسحوا بقهم بقى ده في السلك، بعد كده بعد ما بيخلصوا خالص بقى يمسحوا بقهم وأعلق لهم المية، وأحط لهم في المية ديت فيتاماويد أو زنجبيل، بحلو ليهم طبعا لصحتهم وكده يعني، وفصل الشتاء بالذات. نهاركم أبيض، وأشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.